المباراة الأخرى مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر، والاثنين عندهم طموحات كبيرة جدا. بيراميدز للفوز بأول بطولة في تاريخه، ومودرن فيوتشر للفوز بالبطولة الثانية طبعا بعد الفوز قبل كده بكأس الرابطة. مباراة كبيرة، مباراة مهمة. تصريحات جيم باتشيكو المدير الفني لبيراميدز وأيضا أحمد الشناوي حارس الفريق. باتشيكو كان يتكلم عن أن البطولة عدد مبارياتها قليل، وبالتالي في فرصة أن بيراميدز ياخد اللقب، وقال أن بيراميدز وصل لأبو ظبي وهدفه الفوز باللقب. نسمع باتشيكو ونسمع أحمد الشناوي ونرجع نكمل. E traz atrás disso a objetividade de poder ganhar a Future para disputar a final. طيب يعني خلينا نتكلم عن البطولة، بطولة قصيرة. يعني أنا جاي البطولة دي طبعا فيها أربعة من أفضل الفرق في الدوري المصري أو في البطولات المصرية. الأربع فرق ممكن كلهم يخرجوا بالبطولة، بس بيراميدز بالذات. احنا يعني انا بقالي تقريبا سنه هنا في النادي، بقول ان احنا كل ماتش بنبقى داخلين علشان نكسب، داخلين علشان ناخد منه المكسب. الماتشات اللي جايه طبعا احنا جايين بكل الشغف وبكل القوه ان احنا نقدر نمثل الكره المصريه، نلعب كوره كويسه جدا، نلعب كوره بكواليتي عاليه قدام فيوتشر بكره ان شاء الله، نلعب ماتش كويس ونخرج ان شاء الله بالمكسب ان شاء الله. البطوله بطوله قصيره، بطوله من اربع فرق، ماتشين تقريبا لكل فرقه، فطبعا لازم بيراميدز يعمل اللي عليه، يعمل اقوى حاجه نقدر نحاول بقدر الامكان ان احنا طريقه اللعب وطريقه التجهيز تبقى على اعلى مستوى. انا عارف ان بيراميدز علشان يوصل او اي فرقه علشان توصل للنهائي لازم تعمل كل اللي عليها، لازم تعمل 100%. طبعا احنا هنقابل بكره الماتش بكره هيبقى قصاد فرقه فيوتشر. فرقه فيوتشر بتتطور سنه عن سنه، عندهم لعيبه كويسه جدا، عندهم لعيبه على كواليتي عالي، عندهم مدرب انا اعرفه شخصيا، مدرب كويس جدا. بس برضو احنا جايين نعمل اللي علينا، نعمل 100% علشان نوصل للنهائي. بيراميدز الفتره اللي فاتت كانت من اقوى الفرق في مصر، كانت بتقدم كوره كويسه جدا. الكوره اللي كنا بنلعبها بتوري ازاي اللعيبه لعيبه قويه، لعيبه عندها كواليتي، بتعرف تقف كويس في الملعب، بتقدر تمسك كورتها كويس وبتقدر تخلق هجمات قويه. بس خليني اقول لك ان دايما النوادي او الفرق مش دايما ماشيين على نفس الخط، هتلاقي ماتش كويس او فتره كويسه وفتره مش احسن حال عند الفرق. برضو خلينا نفتكر ان احنا لعبنا الماتشين النهائيين اللي فاتوا، نهائيات الكاس، وكنا ظاهرين بشكل قوي جدا. من الحته ديت انا عايز احيي واشجع الحكام اللي جايين هيبقوا في البطوله، الحكام بالتوفيق ليهم. يعني التركيز طبعا هيكون عامل مهم جدا عند الحكام، لان الحكام لازم تكون يعني على قد المسؤوليه بتاعت الاربع ماتشات لبطوله قويه جدا. وان شاء الله احنا داخلين جايين جايبين كل الامبيشن للبطوله ديت، بحيث ان احنا نبقى بنشو او بنوري كره قدم قويه ان شاء الله. زي ما بقول لك دي بطوله منفصله، كان عندنا ماتش من كام يوم في بطوله افريقيا، خلاص قفلناه، مش هنقدر نرجع حاجه فاتت. تركيز اللعيبه كله في ماتش سوبر، ماتش فيوتشر، اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها بتشتغل بشكل كويس. جينا هنا بدري شويه عشان اللعيبه كلها تبقى متواجده في المعسكر، ما كنتش اثر ان اللعيبه كلها المصابه والمش مصابه كله يبقى متواجد. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمنا وتكون اول بطوله زي ما انت قلت موجوده في الامارات. انا عندي شرخ بسيط في الضلع وعملت شعه ودلوقتي ماشي على البرنامج التاهيلي بتاعي ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله ان العلاج المكثف اقدر الفرقه طبعا بكره تكسب ونقدر نوصل للنهائي واكون موجود مع الفريق واقدر اساعد الفريق ان شاء الله. باتشيكو ده واحده كده الحكام ذكيه ما تقدرش تمسك عليها، يا محترمه يعني. قال عايزين نشوف الحكام كويسين وبيقدموا مباريات كبيره ها؟ طيب او الناس يقول كده ها؟ مباريات كبيره، مباريات محترمه. انا متاكد ان شاء الله ان المباراه دي هتخرج تحكيميا بشكل محترم. صفوه الحكام المصريين موجودين في البطوله، وبالتالي ان شاء الله نشوف تحكيم رائع جدا.